هلو هلو، فيديو النهاردة فكرته كلها ان انت تقدري تستغلي اي حاجة عندك وتعملي منها اعادة تدوير مختلفة تماما. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض لكلوك، وهنشتغله على البالارينا القذرة القديمة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا، عبارة عن ايه؟ قماش وفي طبقة خيش كده، وبعدين البطانة. تعالوا دلوقتي ندمر البالارينا دي مع بعض. طبعا نعل قذر اكتر من البتاع، بس هي مش تراب، هي كده مغسولة صراحة يعني، بس ده عبارة عن الحاجات اللي هي بتاع رصف الطرق، لزقت في حظي في اليوم ده، فيعني سامحوني على المنظر السيء ده. هنحتاج ايه مع البكرة دي؟ اول حاجة النعل اللي انتوا شايفينه ده، والفرش ده احنا عملناه من قبل، ده حاجة اسمها بوري، اتكلمنا عنها في الفيديوهات السابقة. هنحتاج كمان مقص، اي وحدة قياس عندك، تمام، دبوس او متقاب، وده عشان نعمل بيه النعل. طبعا النعل معايا طري، فهقدر ان انا استخدم الدبوس ده عادي، ولان هو ايه صلب يعني. وابرة صغيرة خالص استلس تكون مسينة عندك لصف البداية، تمام، واي قلم برضو عشان هنحتاجه دلوقتي. وبالنسبة للإبر، مش عارفة رقم الإبرة اللي أنا ممكن أستخدمها. أول حاجة مفروض نشتغل فيها هي الجزء بتاع النعل، وطبعا الضفيرة اللي انتوا شايفينها دي، تمام، وطبعا بتتعمل بناء على مقاس عشان يعني تضمني ان شغلك يكون بيرفكت اكتر. فانا هجيب وحدة القياس، اوكي، زي ما انتوا شايفين انا حطها ازاي، وبقلم كده هعلم، هدي علامة كل 1 سنتي اهو. طبعا مش حتما 1 سنتي، انت لو عايزه الغرز اضيق من كده هتعمليها اضيق من كده، وممكن تكون نص سنتي لو انت عايزه، ولو عايزه عشوائي خليها عشوائي، بس انا حبيت ان هي تكون متقنه اكتر. ده طبعا شوز انا هطلع بيه وههري وكده، فعايزاه يكون متين وشيك يعني في الشكل وكده، فهو ده بس الهدف من الليله اللي انتوا شايفينها دي. يعني زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا عملت كل الجوانب بتاعت النعل بالطريقة دي، 1 سنتي كده من كل جنب، وبكده تخلص وظيفة القلم معايا، تمام. نيجي للجزء بتاع الدبوس ده، وده البديل القوي ليه او الاساس بتاعه، هيكون المتقاب بتاع الجلد، وده بيكون زي يعني ليه يد خشب كده وبوز مسنن، انت بتقدري تدخلي فيه تخرمي الحاجة وتطلعيها. بدخل كده وبطلع، شايفين؟ طبعا مش بيدي علامة واو يعني، بس بتكون علامة يعني بتسهل عليكي الشغل بتاعك. واحنا اتعودنا ما نوقفش يعني، انا ما عنديش متقاب بس شغالة عادي، والدبوس يعني متين معايا وما فيش اي مشكلة. وطبعا سعره مش اوفر ولا حاجة عشان يعني الاهدار وكده، لأ سعره مش اوفر، سعره بسيط. وتقدروا ان انتوا يعني اي حاجة عندك تكون مشابهة لده تقدري تستخدميها وتتقبي بيها الجزء بتاع النعل، ولو يفضل يعني ان انت يكون عندك المتقاب ده او اي وسيلة تانية تقدري ان انت تحمي بيها ايدك اكتر، بالذات لو انت هتشتري نعل والنعل ناشف، لان ده نوعا ما برضو طري. بعمل كده، وطبعا ايه بروح عند السنتي اللي انا محدداه ده او الشرطة اللي انا محدداها دي، وبتقب او بخرم النعل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. وبكده الدبوس انتهينا منه، مش محتاجينه تاني. وزي ما انتوا شايفين الخروم باينه ان هي صغيره قوي، ويا ريت لا تبعدي عن الحافه قوي ولا تقربي جدا. طبعا كل نعل مختلف عن التاني، بس اهم حاجه ان انت ما تعمليش خلل في الجزء ده، لان هو ده اللي يعتبر اللي هيكون شايل كل القطعه بتاعتك، سواء شوز او لكلوك او ايا يكن. يجي دور ابرتنا النهاردة، دي ابرة رقم 3 استلس، اوكي، من النعل كده من ورا ادخل الابرة، طبعا تدخل بسهولة دلوقتي لان النعل مخروم من قبل، اوكي، زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وارتفع سلسلة. بس دي المرة الوحيدة اللي انا هرتفع فيها سلسلة، بعدين هروح على من بعدها وابتدي اعمل منزلقة. هدخل كده على طول في اللي بعدها برضو، وبروح عاملة منزلقة.
كل واحدة بدخل فيها. طبعا انا بعرف من التعليم بتاع الجزء بتاع النعل من الجنب ان هنا فيه فتحة سلفا، فانا بدخل فيها وبسحب اوكي، وبحاول طبعا ان انا اخد السلسلة كلها كده بشكل نظيف واعمل منزلق. تمام، ادي هنا برضو في واحدة اهي، وبنرجع تاني لنفس النقطة اللي احنا ابتدينا منها. زي ما انتوا شايفين كأنه متخيط كده من جوه، ومن ورا هي الضفيرة بتاعته اللي باينة. تمام، طبعا هو لحد دلوقتي كده شكله قبيح جدا ومش مميز قوي. بعد ما عملنا النعل وظبطناه زي ما انتوا شايفين، وسوري يعني ان هو قديم ومستهلك زي ما بيقولوها، ولكن هو زي ما هو بصراحة يعني. هو بس انا شلت البطانة والتفاصيل اللي هي اللي انتوا شفتوها دي وقطعت دي. تمام، وبعدها جمعت زي ما انتوا شايفين كده. ايه بقى ده وازاي عملتها؟ اولا انا جمعت بالابرة دي الاول ومن هنا اوكي، مش من هنا لسبب بسيط. لو عملتيها من برا فالفرو ده هيكون كاسي كده لبرا، وده اتس اوكي فيه، ولكن يعني لو مش عاوزاه يتوسخ قوي فيفضل ان انتي تعمليه من جوه زي كده، بحيث ان هو يعني يفضل محافظ على شكله اطول فترة ممكنة. وهعرفك ازاي برضو لو عملتيه من برا ازاي تحافظي عليه، ولكن كملوا معايا الفيديو واعرفوا الاول التركات بتاعته ماشية ازاي. هجيب الخيط بتاعي عادي وشوية هيكون مزعج فاهميني، عشان بس تكونوا عارفين. هاخد كده اوكي، وهحاول اسحب الخيط ده. تمام، طبعا كل بيشتغل الحاجات دي عارف قد ايه هي مزعجة. كل واحدة هدخل فيها كده، طبعا دي هدخل فيها وارتفع سلسلة بحيث ان انا ايه اقفل الشغل بتاعي، وبعدين بدخل. شايفين فين؟ اهو هنا. تمام، وبعدين اسحب. وخلي بالك مع الغرزة، الخيط على فكرة بيستحمل ما تقلقوش يعني، ولكن خلي بالك ان مثلا غرزة تطلع اضيق من غرزة فهتبقى شكلها مش باين قوي الفرواية بتاعت الشكل، فايه كوني حريصة في الحكاية دي. كل واحدة باخدها بحاول بعدها اعمل احلى غرزة حشو. تمام، اهو بصوا بدخل فين، بدخل هنا فين تحديدا، اهو في الخياطة اللي هي باينة كأنها متخيطة دي بتاع القطعة دي. تمام، بعدها بحاول بهدوء كده. طبعا بعد المرحلة دي كل حاجة هتكون سهلة وبسيطة جدا على فكرة، ولكن هي دي الأساس. زي ما انتم شايفين انا اشتغلت بالإبرة الصغنطوطة دي، اشتغلت بيها الجوانب واخدتها من الخيط زي ما انتم شايفين كده. هنقل بقى على الإبرة الكبيرة وخلاص كده، الإبرة الصغيرة مش عايزاها، وهنقل على الإبرة الكبيرة لسبب. احنا عاوزين الاكلوك ده يبقى مش مكبوس قوي، لان زي ما انتم شايفين لما بيبقى مكبوس قوي الفروة مش بتبقى واخده راحتها، فمش منفوشة بزيادة. ده مش هيحققهولي غير ابرة تكون حجمها كبير. كمان الدفى، النبشة دي بتسبب دفى شديد، وهو ده برضو اللي احنا عاوزينه. طبعا انا ما عملتش المنزلقة الاولانية، هعمل منزلقة وهرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل الجوانب بتاعتي عادي، ولكن مش عادي قوي لانه طبعا احنا اشتغلنا بابرة صغيرة وبنشتغل دلوقتي بابرة كبيرة، وده بيسبب لنا نوعا ما ازعاج شوية بالنسبة للصف ده. فكده في صف كمان مزعج حبة بسيطة عن الصف اللي قبله بنشتغله. بحاول احس مكان الغرزة اللي جاية اهو بصوابعي كده، وابتدي ادخل فيها. طبعا دي ابرة رقم 7، وبعدين اقفل.
هقفل الغرزة بتاعتي وبشتغل بغرز حشو بس، مش اي غرز تانية، وغرزة سهلة وبسيطة لأي حد يقدر ينفذها. غرزة الحشو هو ان انا بدخل بالطريقة دي في الغرزة، اسحب، بيبقى معايا طبعا اتنين على الابرة، وبعدها بقفل وكمل الشغل بتاعي عادي. زي ما انتم شايفين قد ايه الحافة بتاعتي ارتفعت وبقى شكلها مختلف خالص، وبدأت كده تبان بقى. طبعا احنا ممرناش بالمرحلة دي بسهولة، احنا عملنا مرحلة تجهيز النعل، وبعد كده خدنا الغرز بتاعتنا من النعل لحد ما ارتفعنا بالجوانب زي ما انتم شايفين. بس بعد المرحلة دي بقى خلاص احنا فعليا هنكون مرتاحين جدا، وزي ما انت شايفة بقى الشغل ما فيهوش اي تعب، وباخد بقى غرز سهلة ولذيذة، مفيش اي حاجة ولا اي مشقة في الشغل اهو. بسهولة رهيبة اهو، بلاقي الغرز وبدخل فيها وسهلة، وزي ما انتوا شايفين النفشة بتاعت الخيط بدأت تظهر. وطبعا الخيط ده شوية مختلف عن الخيط الكحلي، زي ما انتوا عارفين ان كل لون بيبقى ليه الشكل بتاعه. زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعه ده عامل ازاي، اللون الابيض بالنسبة للكلوك يعني حاجة كده دلع، ف ما تحسيش انه لون اوفر او ان هو شيء مستحيل ان انت تعمليه، لا بالعكس سهل جدا. ولو كنت مبتدئة مش هتعاني خالص، هي بس التعب شوية في منطقة النعل والغرز بتاعتها بتكون شديدة شوية، ولكن يعني مفيش حاجة دايما بناخدها بدون ما نتعب فيها، فده شيء طبيعي. بالمنظر ده بحس مكان الغرز وببتدي اشتغل غرز الحشو بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين لكلوك قد ايه سريع. زي ما انتوا شايفين الارتفاع، هشتغل كمان صف وارجع لكم مرة تانية تشوفوا ازاي بنعمل الحافة وازاي هنعمل التقسيمة دي. زي ما انتوا شايفين شكلها بقى عامل ازاي. دلوقتي بقى عاوزين نحدد الوش بتاع الكلوك هيكون ايه بالظبط، وعايزين كمان نحدد الجزء ده هيكون قد ايه. هنحتاج دبابيس علامات، اي نوع دبابيس ان شاء الله، حتى دبابيس الورقة العادية مش مشكلة، بنسة قديمة، اي حاجة يعني. المهم ان احنا محتاجين اربعة زي ما انتوا شايفين، وطبعا مش عشوائي. ليه بقى؟ عشان ما يحصلش معايا اختلاف في الاطوال. عند 13 سنتي كده تمام، وهبتدي احدد الجزء بتاع الوش. دي اول حاجة. ايه تاني؟ الجزء اللي هنا، الجزء اللي هنا ده بيكون اطول من الجزء اللي هو الجوانب دي تمام، وده لانه شوية لكلوك شبيه للبالارينا. زي ما انتوا شايفين من عند الجزء ده حد هنا كده حوالي 6 سنتي عند علامة القفل دي، وبكده انا حددت الجزء بتاع الوش والجزء بتاع الجوانب، وهبتدي بقى اشتغل الحتة الطويلة دي في سلسلة، وهرجع بقى كده واشتغل الجزء ده. وعلى فكرة من الافضل ان انا يعني ما ارتفعش سلسلة لسبب بسيط، من الافضل ان اشتغل عادي عشان الكيرف اللي في الظهر ده يظهر كده، ما يظهرش كحافة كده. شايفين هنا هعمل منزلقة زي ما انتم شايفين، الجزء بتاع الكيرف بتاع الظهر اهو زيه زي هنا تمام. الفرق الوحيد ان انا اشتغلت صفين مش صف واحد. دلوقتي هنيجي لمرحلة الوش اللي هيكسي شكل اللاكلوك. وللأمانة أنا عدت الفردة دي زي الفردة دي بإبرة رقم 5.5، لأن كنت شغلاها أساسا السنة اللي فاتت واتمرطب كورونا وتفاصيل كده طويلة، فشوية ضاعت مني الأعمال اللي أنا كنت شغالة عليها. إبرة رقم 7 كويسة، ولكن كانت عاملالي السمك بتاع اللاكلوك قليل، فكان مع الوقت يدوب بسرعة، وأنا مش حابة الموضوع ده بصراحة. وإحنا بنشتغل حاجة مفروض إن هي يعني تطول. ترى زي ما انتوا شايفين أنا خلصت أول قطعة، وما يغركوش شكله كده يعني، بس تحفة في اللبس. تعالوا بقى نعمل دي مع بعض. هنجيب الخيط، وانا حبيت يعني كنت الاول عاوزة ان انا اشتغل الوش منفصل وارجع بعدين اوصله،
صراحة طلع أحلى وشبيه قوي باللكلوك اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، كان يعني حلمي ان انا اعمله. حبيت ان انا اخلي ده شبه ده. في حاجة لازم تعرفوها، انا حددت الجوانب دي، حددتها بناء على ايه؟ حطيت القطعة دي في رجلي وشفت ان ده الجزء المناسب قبل طبعا مفصل الكاحل، الجزء اللي بيقفل ان هو يكون هاف بوت، فدي على حسب الافضلية بالنسبة لك. فانا حددتها تكون كده تمام، وكمان لان الجزء بتاع الظهر طبعا اعلى، فحبيت انه يكون بس في فرق بسيط ما بينها وبين التانية بحيث ارتفاع سلسلة. عشان كده انا بعمل عقدة وهشتغل في نفس المكان. طبعا احنا مش شايفين حاجة، كل حاجة حاسينها يعني، بس عشان تكونوا عارفين اشتغلت في نفس المكان اللي فيه الدبوس، ارتفعت سلسلة وبعدين عملت غرزة حشو وهكمل عادي. طبعا كل الغرز بتكون يعني شبه في باحساس اكتر، مش بقدر ان انا اشوف الغرزة. لو حابين تفهموا الحوار اكتر، فهي كل يعني نقطة كده شايفين بتبقى عاملة زي حاجة كده داخلة لجوه، هي دي بتكون غرزة عامة، فبندخل فيها. طبعا انا هقفله على جانب واحد. يعني ايه على جانب واحد؟ يعني هقفل كده وافضل ازيد بالاصفف لحد ما اوصل لهنا، مش هقفل كده لحد ما اقفل الجزء ده هنا من النص، لا العكس، هفضل كده لحد ما هي تكون قطعة قماشة تقفل كده وتوصل لهنا. اوكي شايفين، واخدة دي اسحبها لهنا وارجع ارتفع سلسلة وهروح رجع تاني. هو مش صعب خالص، فكمان الاخطاء مش هتكون باينه لان ده خيط فرم، فيعني انطلقي ومتشغليش بالك ابدا بالموضوع الاخطاء او ان في حاجه هتبان او كده. دي اميز حاجه في خيط الفرم انه مش بيبين الاخطاء. طبعا بدخل في كل الغرز حتى الغرزه الاولانيه اللي هي ابتديت بيها عشان يكون هنا متوازي برضو ويطلع زي ما انتم شايفين طلع قطعه واحده كده هنا. تمام، وصلت لنهاية الصف، ارتفع سلسلة وبرضو هشتغل كده راجع تاني. طبعا الارتفاع اللي على السلسلة بشتغل في نفس المكان عشان ما يعمليش اي تناقص. طبعا ما تنسيش اي حتة شايفين، يعني لسه في هنا غرزة اهي وغرزة جنبها اهو. تمام، هنا شايفين الغرزة واسعة فبدأت تكون في فتحة ضخمة شايفين، فلا ارجع تاني اضيق الغرزة واسحب. شايفين المنظر، اخد دي اسحبها، احاول اضيق ايدي، ارتفع سلسلة وارجع تاني على الصف الجديد. ملاحظين شغالين على جانب واحد بس، البوز دايما بجمع عليه وارجع تاني هنا. تمام، اروح وارجع واروح هنا على البوز اسحب وهكذا زي ما انتوا شايفين هنا اهو. فطبعا تحس انه هي في ايه غلط لان هنا في زيادة كده، فواضح كده ان انا عملت غرزة زيادة عادي جدا. شايفين في زيادة هنا اهي، فبس هعمل كده اهو، الزيادة اتعدلت لان انا واضح ان زودت غرزة اهي، دي الغرزة اللي زادت. هطول دي شوية اخدها كده طبعا لان احنا بنشتغل صف واحنا راجعين بس بنسحبه، فبيبقى فيه المربع ده اعرض شويه. طبعا اهو خدت الغرزه اهي، تمام اسحب اوكي واخد من الحبل اللي انا شغاله فيه، من الخيط اللي انا شغاله فيه اهو، ارتفع سلسله واروح على الصف الجديد. طبعا اسهل حاجة ان انت تعملي وش وتروحي موصلاه، ولكن زي ما انا قلت لكم مش حابة الموضوع مش اكتر. شايفين باخد بالي قوي ان دي نهاية الصف او لا،
عشان ما يحصلش عندي في النهايه برضو ان يكون في اي حاجه معوجه. شايفين الكلوك بدأ يتقفل، بس طبعا ما اروحش اعمل كده واضم وكده خلاص شكله جميل، لا يعني لازم ادخلها في رجلي واعرف الفاضل قد ايه، لان ممكن ان انا اعمل كده وافضل رايحه جايه ويطلع الكلوك ضيق معايا. فلازم تكوني عارفه ان انت هتقيسي بعد مرحله معينه. طبعا هشتغل صف كمان وصف رجع وصف رايح كمان، وبعدين ابتدي اقيس نوعيه الكلوك ده تصلح للاطفال وتصلح طبعا لينا احنا بنحب ندلع حالنا. يعني عمليه جدا في البيت، وفعليا وجود النعل الجاهز مش مخليها تقيله ابدا، بالعكس ده مخلي ان في تحكم اكتر في الكلوك ومديله دفع يعني. وكمان لو حصل دلقت ميه على الارض او حاجه يبقى انا في الضمان. تمام، وقت ما باجي للمرحله دي بقى بكون حريصه وابتدي اركز اهو. وطبعا مش كل مره هرتفع سلسله، في احيانا باخد كده وبسحب على طول عشان ما يعمليش الضخامه اللي احنا شفناها من قبل. تمام اهو، فرضا ان انت ما عندكيش حد تقيسي عليه والكلوب ده مش ليكي، يدخلي طرف رجليكي كده، يا اما تدخلي ايدك كده وتعملي الحركه دي. شايفين ضم ايدي كده اهو، بس انا ايدي وانا جوه الكلوك. تمام، شايفين الفرق ده هو اللي انا مفروض اشتغله، يا كده يا تدخليه في رجليكي، وده افضل حل يعني. طبعا بصوا لو حاسين ان هنا في كلكعه اعملوا كده عشان اخدي عشان. طبعا لو بس خلاص الجزء ده اللي هو الدوران اللي قدام ده خلص ولسه انت محتاجه واسعه، شايفين هدخل واسحب تمام وارجع استكمل عادي. فرضا ان الكلوك ده يعني خلاص انت خلصتي الدوران اهو ولسه محتاجه واسعه، عادي جدا اشتغلي وقفلي هنا من الجوانب من هنا، فاهماني؟ وده اللي هيحصل فعليا معاكي. ف الكلوك ده هتلاقوه مناسب جدا وفي الوقت نفسه شكله شيك. اصلا الحاجات دي هي بتتعمل حسب الطلب عشان تريحنا، مش عشان ان هي دي شكلها الطبيعي او ده اللي المفروض يكون. احنا اللي بنعمل حاجه واحنا نقدر نسستمها على الطريقه والاسلوب اللي احنا عايزينه. طبعا انا شغاله بابره لا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، شغاله برقم 6. وركزوا اكتر مع البوز لان رقم 6 في الابر دي ممكن يكون رقم 3 في الابر التانية، فاهميني؟ بشتغل في نفس المكان غرزة حشو، بكمل غرز حشو عادي لحد نهاية الصف. اسحب منزلقة، مش برتفع هنا سلاسل من بعد ما بدأت ان انا خلاص بشطب يعني، فمش عايزة ارتفاعات عشان مش عايزة ضخامة او عرض زيادة. شايفين نزيد غرزة عشان كده المدى ضخم قوي. ارتفع سلسلة، شايفين المكان القطعة بدأت تقفل ازاي، فما تقلقوش خالص ان المنظر شكله كده، لا هتشوفوها دلوقتي في اللبس عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين دي كانت المنزلقة هنا، ولكن في فراغ ضخم لان خلاص الجزء ده بس اللي محتاج يتملي، الجزء ده خلاص هو مناسب للقدم. فبس حاجة بسيطة جدا انه لما اجي اقفلها اقفلها عادي بالمنزلقة، شايفين مفيش اي فراغات. اخد بقى ده ارتفاع سلسلة، طبعا احيانا الخيط بيعقد بس سيبيه زي ما هو افضل من ان انتي تفكي الكلكع اللي هو بيبقى فيها. ارتفع سلسلة في بعض الاحيان مش بنحتاج ان احنا ندخل في نفس الغرزة، بنروح على اللي جنبها وندخل فيها لسبب بسيط، لو دخلنا في نفس الغرزة بيعمل ايه تزايد لبرة كده، فاحنا مش عايزين اي تزايد. احنا خلاص بنقفل، وهوريكم برضو طريقة سهلة لو انت مبتدئة تبتدي ان انت تشتغلي بيها. طبعا مش هكمل لحد الاخر هنا، لا برضو هعمل نفس الحركة السابقة. وفي المرحلة دي ممكن تلاقي نفسك بتقيسي كتير، فعشان لو مش بتعملي الحاجة دي ليكي هوريكي برضو طريقة الوش المنفصل بحيث ان انتي تشتغلي وانتي ايه مرتاحة. شايفين دخلت في اللي قبلها
بحاول اسحب اي خيط واعمل بس المنزلقة واروح على طول على الغرزة الجديدة. ارتفع سلسلة تمام، ودلوقتي هتأكد اذا كان كده خلاص ولا اكمل تاني. كده خلاص انا مش محتاجة اعمل اي حاجة غير ان انا اقفل الجوانب بتاعتي، فعلى طول هروح على مكان الدبوس، مش هعمل منزلقة لا، هروح بصه ادخل كده مكان الدبوس، اخد الخيط اسحبه تمام، وابتدي ان انا اخد واحدة مع التانية واعمل منزلقة. طبعا لا المنزلقة هتبان ولا غرزة الحشو هتبان ولا اي حاجة غير ان هو كأنها قماشة فرو، فاهمني؟ فمفيش مشكلة خالص ان انتي يعني تحسي باللخبطة، يعني شايفين يعني حتى المنزلقة اللي انا بقول لكم عليها هي اساسا مش باينة، يعني كل حاجة بالاحساس والخيط ده، فما تتوتروش خالص، اشتغلوا وشوفوا هيوديكوا على فين، يعني ما تحدوش حالكم. وزي ما انتم شايفين ممكن اتوه الخيط من بره كمان، فدي ميزة خيط الفرو والتحفة في الموضوع ده، بس يعني خلي الايه المسافات تكون قريبة نوعا ما بحيث ان الخيط ما يبقاش لما يقدم اللكلوك يبقى ايه القطعة بتاعته بارزة قوي يعني. طبعا دي خلصت ودي خلصت، تعالوا دلوقتي نفنش الجزء ده وخلاص ما بقيناش محتاجين دبابيس العلامات فهنشيلهم كلهم. ودي اتقفلت ودي لسه، هنقفلها بالمنزلقة كلها. طبعا منزلقة متعبة في الخيط ده، بس بصراحة بتطلع الشغل شكله حلو، خليه متماسك كده يعني. طبعا ممكن جدا تعملي بإبرة التنظيف المرحلة دي وهتكون بديل للمنزلقة. عندي بواقي فرو زي ما انتوا شايفين قماش، هقصه على قد النعل ده. هعمل نفس الطريقة، فجبت البوري وبدأت اجلده بالقماشة دي، مش حتما ابدا تخيطيها ولكن هي مرحلة زيادة يعني عشان يبقى شكلها كده. شايفين اللكلوك بتاعي خلص، وبس الحركة بتاعت القماش بتاع الفرو دي كان عندي بواقي مش اكتر، يعني هي لو مش موجودة انا مش هعملها للامانة، هي بس عشان تديني رونق اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. وعجبني اكتر ان هي كمان هتدي تدفية مضاعفة، فلو النعل مش بيدفي دي كمان هتدفي اكتر. بالنسبة بقى للوش اللي هو مش مندمج زي ما احنا شايفين كده، هتعملي حوالي 20 سلسلة او اقل على حسب العرض الخاص بالقدم اللي انت شغالة ليها، فهيطلع معاكي زي ما انت شايفة كده. وطبعا هتكتري شوية وحاولي تعملي الكيرف بان انت اخر 4 أو 5 صفوف تنقصي حبة بسيطة، هيطلع معاكي الكيرف، بعد كده سويها بالخيط رايح جاي كده عشان بس يبقى شكلها نظيف، وعلى طول ثبتيها في القطعة بتاعتك، ولكن ثبتيها افضل حاجة بالابرة او بالمنزلقة، وحاولي بالابرة العادية بس كده، مفيش اي حاجة تاني غير ان انتي لو عاوزة تعملي المنزلقة اللي احنا عملناها في الحواف ومثلا بقت صعبة عليكي لان هي مملة فعليا، لو بقت صعبة عليكي عشان الخيط فرو، فهاتي ابرة التنظيف وافضلي ايه داخلة طالعة كده داخلة طالعة كانك ايه بتسرفلي بايدك بس كده، مفيش اي حاجة تاني. انتظروا اللكلوك القادم، هنعمل نفس الاسلوب ده، طبعا اللكلوك هيكون كحلي وبرده على نعل جاهز، فاجهزوا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، اتمنى يكون عجبكم اللي عملناه النهارده. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا او التيك توك لو انتم حابين. مع السلامه، باي. طبعا نسيت اقول حاجه، من الافضل ان انت ما تعمليش اللون الابيض، اعملي غوامق
يعني يا رمادي يا كحلي، الخيط ده مش متوفر منه غير التلات ألوان دول. لو حد يعرف ألوان جديدة ليه ياريت يقولي. مع السلامة، باي.